دي الحلقة 30 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية. الحلقة دي هتكون عن إزاي حضرتك كعميل تستفيد من الخدمات المجانية اللي أقدر أساعدك بيها لو بتشتري عقار، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريل استيت جايد. مبدئيا عشان حضراتكم يكون عندكم خلفية أو نبذة عن البروفايل الخاص بيا، أنا كاستشاري عقاري وكمسوق عقاري كانت بدايتي من القاهرة الجديدة في 2014، وبعد كده تخصصت في العاصمة الإدارية من بداية الطرح فيها من 2016-2017، وكنت مقتنع تماما بفكرة العاصمة والمبادئ بتاعتها من وقت الإعلان عنها في 2015. وبالنسبة لدوري مع حضرتك كاستشاري عقاري امين وملم بجميع المشاريع في العاصمة الإدارية من اول مشروع اتطرح فيها في 2016 لحد النهاردة، اني اوجه حضرتك لافضل الفرص المناسبة ليك سواء سكن او تشغيل او استثمار بالنسبة للقطاع السكني او التجاري او الإداري والطبي والفندقي. وكمان اوجهك في حالة لو حضرتك مش قادر توجه استثمارك لاي قطاع، بحيث اوجه حضرتك امتى تتجه للسكني او التجاري مثلا وفي اي مشروع. ولازم اعرف حضرتك طبعا الاسباب اللي خلتني ارشح لك العروض او المشاريع ديت على سبيل المثال. بس المهم هنا اني اعرف من حضرتك بتشتري في العاصمة بهدف ايه بالظبط، بحيث توضح لي متطلباتك من حيث التشغيل. هل حضرتك هتشغل العقار دوت بنفسك سواء لو بتشتري مكتب او محل او عيادة، ولا حضرتك بتشتري بغرض الاستثمار والتأجير بعد الاستلام؟ ومهم كمان تحدد اولوياتك واهتماماتك في العقار اللي حضرتك مهتم تشتريه، ودي كنت اتكلمت عنها في الحلقة الرابعة من سلسلة نصايح ومعلومات. وبرضو المهم توضح لي الميزانية من حيث قيمة المقدم والقسط اللي حضرتك تقدر تدفعه، لان الاسعار طبعا متفاوتة بشكل كبير. يعني على سبيل المثال في القطاع الاداري هتلاقي اقل سعر للمتر بيبتدي من 17 و18 الف بالتقسيط، وبيوصل لحد 80 الف جنيه، ليه طبعا حسب عوامل كتير. بس طبعا الاهم هنا ان حضرتك تقدر تلتزم بالماديات دي طول فترة التقسيط، فلازم تكون حاسب حساباتك كويس بغض النظر عن طبيعة الاستثمار اللي هنكمل فيه، سواء بأنظمة الاقساط العادية او بأنظمة العائد الفوري والايجار الالزامي، وخصوصا بالنسبة للقطاع التجاري والاداري. يبقى اهم حاجتين اللي حضرتك هتفيدني بيهم، اول حاجة هي اهتماماتك ومتطلباتك في العقار اللي عاوز تشتريه، وتاني حاجة الميزانية اللي هنتكلم بناء عليها. وبالنسبة لمهمتي مع حضرتك، اول حاجة اني ارشح لك العروض اللي بتمثل اعلى قيمة للمشاريع الحالية مقابل سعر بناء على مواصفات ومعايير بتبدأ من ثبت اعمال المطور وملاءته المالية والاستشاري الهندسي وإدارة التشغيل طبعا، والمواصفات اللي بتميز المشروع من الموقع وتصنيف المشروع ونسبة التحميل وحاجات تانية كتير اتكلمت عنها في حلقات قبل كده، بتدي لحضرتك طبعا الأولوية لتشغيل المشروع وسرعة الإيجار بعد كده. تاني حاجة هي لو حضرتك بتقارن بين مشاريع معينة، فده دوري مع حضرتك اني اعرفك المميزات والعيوب لكل مشروع وايه اللي بيميز كل مشروع عن غيره. وتالت حاجة كمان بساعدك في اختيار الوحدة المميزة على الفلور بلان اللي تقدر تأجرها ترعى، وخصوصا في القطاع التجاري. وطبعا دوت هيساعدك جدا انك تعمل اعادة بيع لو حضرتك حبيت بمكسب كويس جدا مستقبليا. ورابع حاجة ان في تفاصيل كتير لازم تعرفها حضرتك من حيث الناحية القانونية والاوراق والاجراءات اللي حصل عليها المطور، وديت مهمة جدا. وبالنسبة كمان لبنود العقد اللي حضرتك بتتعاقد عليها مع المطور عشان تعرف اللي ليك واللي عليك، والرسومات اللي بتوضح لك صافي المساحة، وده عامل مهم جدا في تحديد سعر المتر. ممكن النقطة ديت تخسرك كتير لو السعر مش مناسب مع صافي المساحة، وموضوع نسبة التحميل ده كنت اتكلمت عنه في حلقة قبل كده. كل الحاجات ديت لازم اللي يوضحها لك يكون استشاري امين، مش مجرد استشاري او بروكر. وخامس حاجة بقى اني بعرف حضرتك بالعروض الحصرية اللي تقدر تستفيد بيها خلال الفترة الحالية. وسادس حاجة اني اقدر اعمل لحضرتك دراسة جدوى متوقعة للعائد على استثمارك بالحد الادنى، ودي طبعا عشان تعرف مدى نجاح استثمارك مستقبليا، لان العاصمة مدينة جديدة الاستثمار فيها هيتحسن بشكل تدريجي، وده كنت شرحته قبل كده في الحلقات الخاصة بإزاي تحسب الـ ROI والقيمة الإيجارية المتوقعة. فالمقصود هنا أني أعمل لك دراسة جدوى للاستثمار الناجح من حيث العائد اللي المفروض يجي لك واللي تقدر تغطي بيه القسط اللي بتدفعه، بمعنى هنا تساوي المدخلات مع المخرجات، والمفروض أن حضرتك هتبدأ تكسب إمتى ورأس مالك هتسترده إمتى، وأنسب وقت حضرتك تقدر تعمل فيه إعادة بيع لو حبيت هيكون إمتى. وسابع حاجة أن الميزة في الموضوع كله أن حضرتك كعميل بتشتري بنفس السعر سواء من خلال
خلال المطور مباشرة او من خلالي، والخدمة اللي بقدمها لحضرتك بتكون مجانا، مش باخد منك اي رسوم او اتعاب، وفي المقابل بدي لحضرتك باك جراوند شاملة عن اقوى فرص الاستثمار اللي ممكن تدخل فيها مع الشركات المطورة اللي موثوق التعامل معاها. لان برضو للأسف في كلام كتير في العاصمة بيكون في مبالغة من جانب بعض المطورين عن ثبت اعمالهم والاوفرز اللي بيقدموها لاغراء العميل، فانت مش هتعرف دوت بنفسك زي لما يكون معاك استشاري متخصص في المنطقة ديت ويكون عنده دراية بالشركات كلها وكمان يوفر عليك في الوقت والمجهود. وتامن حاجة، الافضل لو حضرتك في القاهرة بتشرفني بالزيارة في المكتب وبنعمل زيارة مع بعض للعاصمة الادارية، لاني قبل اي خطوة هتاخدها بنصحك ان انت تنزل بنفسك العاصمة او من ينوب عنك وتشوف على ارض الواقع المشروع اللي حضرتك هتشتري فيه، وكمان تعرف مين الشركات اللي شغال على ارض الواقع والشركات اللي واضح انها متأخرة، وكمان تعرف المناطق فعلا اللي ليها قابلية للتشغيل في اقرب وقت والمناطق اللي لسه قدامها او قصادها شوية وقت. وانا طبعا بكون مع حضرتك في الزيارة ديت او من ينوب عني، وبفرجك على كل المشاريع القطاع العام والخاص ومعالم العاصمة الادارية، والزيارة ديت بتكون مجانا بدون اي رسوم. ولو حضرتك اول مرة تسمع عن العاصمة، في فيديوهات شرح كتير كنت عملتها قبل كده عن شرح خرائط العاصمة، بالاضافة لفيديوهات الحصر والمراجعة لاخر تحديث لاسعار وانظمة السداد ومواعيد الاستلام ونسب الانشاءات بتاعة المشاريع على مستوى العاصمة، سواء في القطاع السكني والتجاري والاداري والطبي والفندقي. فممكن حضرتك ترسلي اي مسج على الواتساب وابعت لك الفيديوز ديت، بحيث يبقى فيه عندك معلومات مبدئية عن المكان اللي حضرتك حابب تستثمر فيه. ويشرفني طبعا ان احنا نتعاون مع بعض. لو في اي استفسارات عند حضراتكم، رقمي ظاهر على الشاشة متاح لي الواتساب، وفي لينك موجود في اول الوصف، حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك مباشرة على الواتساب الخاص بيا. الخدمة مجانية تماما وتحت امر حضراتكم في اي وقت. شكرا.